النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نزل منزلا، يعني أي منزل ينزل فيه الإنسان، سواء في غابة، في جبل، في بحر، في بيت. نعم. بين الرسول الله عليه وسلم قال من شغلها تنميت شاء دقيقة خينا تأخلي لي لم نشخلي لي من خميت شاء دقيقة خينا. ماذا يقول؟ يقول دعاء مختصر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني يقول هذا الدعاء. إذا قال هذا الدعاء لا يضره شيء، لا من البشر ولا من الجن ولا من الحياة، العقارب، الحيوانات. نعم. خليلي أدمخ دولش توزيع، يا جنش دولش توزيع، يا تعاقر ويشغ دولش توزيع.